مساء الخير الورد وكل شيء. شكرا. مساء الخير لجميع الإخوان. أخت خوخي لاباس عليك؟ ولا شفتي اون غرو كيبان لك بأن واحد الحاجة دار الإسلام وهي فرق بين الإنسانية، وأن نشد الإنسانية وقسمها على أعداء. بطبيعة الدين ما خصوش يدير هاد القضية هادي، حيت أي واحد جا بغا يبيع الدين، بغا يبيع لنا الإيديولوجية، ديما كيجيب لنا شي حاجة عن الحب والأخوة وداكشي. وهاد الدين هذا جا فرق بيناتنا، ولا المعيار ديالنا ماشي هو شي حاجة إنسانية، المعيار ديالنا هو واش انت مسلم او غير مسلم. ولا خلق واحد العداء، وهاد التفريق اللي دار هو اساسا جا باش يفرق بيناتنا. والتفرقه اللي دار بقات في كل شيء، كاع داكشي اللي جاب الدين كتلقى فيه التفرقه، وكاع التشريعات اثرت علينا حنا على مستوى الفرد، على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الإنسانية ككل. والسبب علاش جاب لنا التفرقة حيت ما مشاش مع الطبيعة ديال الإنسان. دابا الطبيعة ديال الإنسان هو الإنسانية ديالو، الإنسانية ديالو هي وليدة البيئة ديالو. ولكن بما أنها هاد الفكر هذا جا من واحد المنطقة شادة، فما كانتش عنده علاقة بطبيعة الإنسان. ومن هنايا بدأت التفرقة. البيولوجيا ديالنا كتمشي في واحد لا ديريكسيون، والمصلحة ديالنا كاينة في الغريزة ديالنا. داكشي علاش الغريزة، هادشي كتعرفوا، حنا كاملين كنعرفوا بأن الإسلام عنده مشكل مع الغريزة ديال الإنسان. حتى المسيحية، حتى اليهودية، هادو كلهم شي ناس جاو يتأمرون على الإنسان. أوكي، جاو بغاو يقولنا بأن الغريزة ديالكم راه خصكم تكبلوها، راه الغريزة ديالكم ما فيهاش المصلحة ديالكم. أوكي. إذن إلى قلبنا الإسلام غلقوا بأن بسف مسائل غريزية فينا. مثلا الأم كتبغي الولد ديالها ولا البنت ديالها، واش كاين شي كونديسيون؟ ما كاين حتى شي كونديسيون. كيجي الإسلام تيقول لها نو، هذاك الحب ديالك عنده خصو يكون كونديسيونال. هنايا طبيعة الإنسان ولات هي أن حب الأم لولدها ولا لبنتها مسألة طبيعية، وعندنا شي حاجة دخيلة على طبيعة الإنسان اللي هو هاد شي مفاهيم اللي جبناهم من واحد المناطق شادة. باش كنقولوا مناطق شادة كنهضروا على الجزيرة العربية، طبيعة الجزيرة العربية. إذن من أنا كنعتقد من المشكل الكبير اللي خلق الدين هو أنه فرق بين الإنسانية، وكان تلفوا لي الأفكار. وهذا هو العمق الإخوان ديال الدين، هذا هو علاش هذاك الدين وصيرتو دابا مع سرعة المشي في طريقة الضلال لا تزيدك إلا بعدا عن الحق. اسمح لي نجاوب غير باش، لان كنت كتعاود على الغريزه. خصنا نعرفوا بان العقل المسلم ولا العقل الاسلامي ركز على هاد الغريزه وربطها بالحيوان. كنسمعوا كيقول الغريزه الحيوانيه، حيوانيه. اما حنا عندنا الطبيعه ديك الملائكيه، يعني اللي خاصها
شوية من التراب وشوية من الملائكة، أما الغريزة راه في الوعي وفي الذهن الإسلامي راه هي الحيوانية بالضبط. هذاك علاش يعني فوالا، كيمارس واحد النوع ديال السلطة على العواطف. اسمح لي على الجامب. الله يجيب لي يفهمنا وما يعطيناش. والله الا بصح، حيت هذا هو الكون، هذا هو الكون ديال الغريزه. الغريزه عندك حيت هذيك هي لا غيزون ديتر ديالك انت، هي الغريزه، هي لا غيزون ديتر. اوكي، ولا غيزون ديتر خصك تبروتيجيها، وكتجيب شي حوايج من البيئه ديالك كيوليو حتى هما غريزه فيك، غريزه فيك ان تدافع على ولادك او لا تموت من اجلهم. علاش؟ حيت غريزه فيك ان خص تخلي لا غاس ديالك تبقى. وهذا الشيء كاين جميع الكائنات كيديروه، اي جميع الكائنات كتلقى يضحي براسو في سبيل الولد ديالو، حيت كيدير ان شو، تقول يا اما الولد ديالي لي علاقة طبيعية أو لا أنا، وكيديسيدي تيقول لك أنا خصني نمشي. علاش؟ حيت كاينة واحد المصلحة أن ولده هو اللي عنده الأولوية باش وحتى مرتو باش يبقى عنده وجود. حتى مرتو لا غير وي سي فغي، على كل شيء، على أي حاجة عندك. مثلا فاش كتجي ولاد الحياة كيكون عندنا كل حاجة عندها أون فالور، وكتضيع لينيرجي حسب اون فونكسيون ديال لا فالور ديال هذيك الحاجه. اوكي، عندك الاولاد ديالك كيجيو من الاولين شويه، كيجيو ربما والديك وربما خوتك وربما الممتلكات ديالك. هذه طبيعه انسانيه. مثلا طبيعه انسانيه الاكل، الاكل طبيعه انسانيه، ما فيها لا ما كتعبرت على شي حاجه وما خصها تعبرت على شي حاجه، وخصها تعبر على حاجه وحده، هي ان الاكل خصك لانرجي باش تعيش، واحد الغريزة طبيعية. كيجي الإسلام كيكتفها، تيقول لك أوكي الأكل عنده دي كونديسيون. يعني هاد المنطق ديال التفريق، التفرقة هذا كيكون داخل في الشريعة فين ما مشيتي. مثلا كيجي الإنسانية وتقسمهم على جوج، تيقولوا انتوما ماشي انسان، انتوما كتختلفوا، كاين العبيد وكاين الاحرار. اوكي، من طبيعه الانسان انه هذا ماشي تصرف انساني، ممكنش تفرق تقسم المجتمع، حيت المصلحه كاينه في لونيتي، ما كايناش في التفرقه، المصلحه كتكون في لونيتي. داكشي علاش حنا اوني ديستان باش نعيشو في مجتمعات، اوني با ديستيني باش نعيشو متفرقين. اذا الا غادي نقلبو فين كاين هاد التفرقه هادي، غادي نلقاوها في كل شيء، كل شيء. اي حاجه كتحط على يديك في الاسلام غادي تلقى عندها واحد لانتربريتاسيون اخرى اللي كتخلق واحد المشكله، يا اما في الفهم ديالها يا اما في التطبيق ديالها. كتجي الإيت كتلقى نفس الشيء، التفرقة. كتجي الإسلام كيخلق العداوة ما بين الرجل والمرأة. علاش؟ حيت كاين ظلم، إذا كان ظلم إذا كتخلق عداوة. حنا رجعنا للتفرقة، وتقدر تشد واحد لاليس تبدا تكتب وتقلب في أي برانسيب جابو الإسلام غادي تلقى فيه كاين واحد التفرقة، وهذا ربما كيرجع للبسيكولوجي ديال هذاك الانسان اللي جاب هاد الدين. يعني ما يمكنش حنا جاب لنا هاد الشيء كله فيه التفرقه، فيه العنصريه، فيه الميز، فيه الاقصاء، وكتشوف هاد الشيء ترونسوندون في الدين. كيجي تيقول لك انا ما كيعجبنيش واحد الحيوان معين، كنكره الحلوف، كنكره الكلب، اله مريض. عرفتي يا بيلي شنو قال لي واحد السيد اليوم؟ واحد السيد قال لي الا كان محمد عنده شي شرطه في وجهه كانوا غيبقاو حتى حنا يشرطونا. اي الا كانوا كياكلوا الخراب بالمعلقه كنا غنجيو حنا وغادي ناكلوا الخراب بالمعلقه. شتي كون قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما استيقظ في الصباح اكل هذا
كره غتلقى عندنا الخرا كاين في المانيو عندنا في الكوزينه خصنا ناكلوه، كاين الصوت غير كنضحك شويه يكون فيه فوائد غيكون فيه فوائد. وقال اكتشف العلم الحديث ان واحد العالم الماني اكتشف، فهمتيني؟ او هذا المهم هو هاد الدين شي حاجه خطيره. شتي كاينه واحد الحاجه الا تدخل فيها اي ايديولوجيه، ماشي غير الا دخلت فيها اي ايديولوجيه خصك تعرف بان هذيك الايديولوجيه خطيره. وهاد الحاجه هي الام، ما كنهضرش على الاب، كنهضر على الام. الام والطفل ديالها يكون بنت ولا ولد، الا تدخل في هاد العلاقه ما بين الام والابن ولا البنت ديالها، اذا هذه ايديولوجيه مسمومه. ولا تدخل بنجاح هذه غتكون، وفعلا الاسلام كيدخل بنجاح ما بين الام. وعلاش كنهضروا على الام؟ حيت شي حاجه اللي الام على الولد ديالها كيخرج منها واحد الانسان، فهمتي؟ واحد الدماغ ديالها كيانفيستي واحد الوقت كبير من اللي كتبدا تحس بكرشها. حيت لو طون سي ليسونس دو لا في، وداك الشيء اللي كتستثمر هذيك المراه في هذاك الطفل غير على مستوى التفكير، خلي داك الشعور والحنان وديك الدفء وديك هذاك الشيء كامل نخليه حنا غير هذاك التفكير ديال هذيك المراه، هذا كيخلق واحد الحب اوتوماتيك ان واحد الانسان غادي يخرج من الجسد ديالك، يعني كيعبر عليك. اوكي، الا دخل الاسلام في هذه العلاقه ما بين المراه والابن ديالها، اذا هذه ثقافه ما خصهاش نكونوا سيربري الا كان فيها القتل والذبح والموت شي حوايج زوينين ومقدسين. هذه ثقافه كتكره الحياه وكتكره الحب وتدعو للكراهيه والبغضاء والعداوه. علاش؟ حيت في لا ديفيزيون كتكون العداوة. اوكي، والاسلام اش دار؟ جا فرق بيناتنا. حنا دابا كلنا كنعانيو، كلنا مغاربة، كلنا تزدنا في المغرب، ولكن كاين شي مغاربة اللي حسن من شي مغاربة. هنايا جا الاسلام وفرقنا كإنسانية، نفس الشيء المسلم والكافر. وهذه طبيعة ديال واحد الإنسان اللي كان كيعيش في الصحراء ويكره أنه يشوف الناس. علاش؟ حيت الظروف ديالو قاسية، وهذا الشيء اللي ورثنا من الدين. إذن هذه المسألة أنه كتقسم الإنسانية على جوج، شي حاجة اللي خطيرة وشي حاجة هي اللي خلقت لنا هذه العقدة. مثلا كتلقانا كنعيشو حدا اوروبا، اوكي، كنعيشو حدا اوروبا، حدانا اسبانيا، البرتغال اسبانيا، الفلاسفة البرتغال طلعو من الامريكان شحال هادي وداكشي كامل، الطاليان، يعني هاد الناس هادو علاش فرقنا؟ علاش ما كانش عندنا عليهم بهم اتصال؟ علاش الواحد المدة ديال 200 عام ولا 300 عام مزيانة ما كانش عندنا مع الغرب، ما بغيناهمش؟ وفاش دخلت فرنسا دخلوهم صحة، دخلوا علينا صحة. اشنا هو العامل اللي خلانا احنا ما بغيناش نعرفوا اش كان كيوقع في اسبانيا؟ كنعرفوا مثلا اسبانيا ولا اوروبا كلها بعيدة علينا ب 15 كيلومتر 14 كيلومتر، ولكن رفضنا تكون عندنا، لا من ناحية اللباس ولا من ناحية البناء ولا من ناحية نمط العيش، ما تغيرناش. وشنا هو السبب الرئيسي؟ حيت هذوك الناس ماشي بحالنا، باش يكونوا إنسان خصهم يكونوا مسلمين، وهذا هو الريكوايرمنت اللي بغينا احنا من الإنسانية. إلا بغيتي تكون إنسان بحالي فخصك تكون
مسلم كيف ما داروا لنا في المغرب؟ كتقول لي انا، هذا تيقول لك انت ماشي مغربي حيت انت ماشي مسلم. وكيف ما داروا لنا في العائله اللي ولا المعيار باش كان لو جوجمون ديالنا هو الدين. مثلا كتلقى الاب في المغرب كيفضل واحد ولده ولا بنته على واحد ولده اخر ولا بنته، غير حيت واحد ولده كيصلي الصلاه في وقتها وبنته كتصلي وولده الاخر ما كيصليش. اذا هذا الفكر، هذا فكر في حد ذاته فكر اقصائي، فكر عنصري، فكر كيخلق مشاكل في الانسانيه، وتقدر تدخل حتى للبسيكولوجي ديالك، وغادي تلقاك بان ذلك التفرقه في الدماغ ديالك، في الفكره ديالك، حيت هذا هو اللي دار الاسلام في الاصل. الاسلام مشى حتى للفكر ديالك هو يقسمه على جوج، واحد البورسيون ديال الفكر ديالك عندها علاقه بالانسانيه، واحد البورسيون ديال الفكر ديالك داخل عندها علاقه بواحد الحاجه داخله عليك كانسان. الاسلام كدين او لا كاي دين هو دخيل على طبيعه الانسان. طبيعه الانسان انه كيجيب كل شيء داكشي اللي كيحتاجه من البيئه ديالو، البيئه هي لا سورس، حتى شي حاجه ما كطيح من السماء، اللي كيطيح من السماء هو البزق ديال الفراخ، هو اللي كيطيح من السماء. اوكي، حنا اش درنا؟ جبنا واحد الحاجه داخله علينا، واحد الحاجه اللي غادي تقوم بواحد لا فونكسيون، وهذيك لا فونكسيون اوريدي عندنا في الطبيعه، اوريدي عندنا في البيئه. فاش كتجيب واحد الايديولوجيه تحل لك واحد المشكل، المشكل ديالك عنده الحل في البيئه ديالك، حيت البيئه ديالك هي المصدر ديال المشكل ديالك، اذا اوتوماتيكمون الحل ديال المشكل ديالك كاين في البيئه ديالك. اذا هنايا في العقل ديالك كتكون مزدوج، كتكون يا اما غتكون سكيزوفرينيك ولا غادي تكون عندك دوبل بيرسوناليتي. وهذا هو اللي كنعيشوا به حنايا، حنا كنعيشوا دوبل بيرسوناليتي، وهاد لي بيرسوناليتي كيكونوا متناقضين، كيكون واحد الصراع بيناتهم. اوكي، داكشي علاش اشنا هو الدين، داكشي علاش كانت كتجينا الصلاه كانت كتجينا صعيبه. كنت كنقولها للوالده، كتقول لي، كنقول لها ما نعرف الوالده علاش، واش كتقولي لي الا قلت لي شي حجر لوحوه لهيه ولا شي حاجه كتجيني ساهله، ولكن تقول لي نمشي نصلي كتجيني ثقيله. اوكي، اذا الا رجعنا للتفكير ديالنا غادي نلقاو ان احنا ناس متناقضين. عرفتي بيان اللي علاش كتجيك ثقيله؟ علاش كتجيك ثقيله؟ حيت الشيطان، حيت الشيطان كيغويك، الشيطان كيغويك، انت كتبغي تنوض هو كيقول لك بلاتي اجي تفرج شويه في التلفازه وداك الشيء، الشيطان. الله، واحد خوا ديالي كانت كتقول، قالت لي واحد الخطره توضوا لي شي سوار قلبت عليهم ما لقيتهمش، غير غادي نبدا نصلي وغادي نلقاهم. حيت غير كنت تصلي كيبدا يفكر فين مشات هذيك وفين دازت هذيك. ما يمكنش يكون هذاك الشيء اصلا، ما سميتوش، لا ما سميتوش عباده، ولكن بغينا نستراسيو على هذه المساله ديال كيفاش واحد الانسان كيكون عنده تضارب في الفكر ديالو. مثلا الجنس، الجنس شي حاجه اللي كنموتوا عليها رجالا ونساء. علاش؟ حيت حنا اوني بروغرامي باش نجيو، الا ما غنديرو والو خصنا نجيو نولدو ونمشيو نقودو. هذه هي ماهية الوجود. إلا ما بغيتي دير والو في هذا الوجود، فمثلا لا شدينا اينشتاين، ما كيهمناش اينشتاين ان عطانا الفورميلا ديال لونيفير كله لحالنا قبل ما يموت. البيئة ما كيهمهاش اش دار ولا كيفاش عاش ولا، اللي كيهمها ما خصي ولد ويمشي في حالاته. وهنايا فين كنكونوا حنا مع جميع الكائنات الحية، كنكونوا ايغال، اننا كلنا عندنا هاد لا فونكسيون، ان كنجيو كنولدو وكنمشيو. هذه هي طبيعه الانسان، ما كتجيش هنايا كتجاهد وكتدافع على واحد تدخل تخيل. anyway، شاد الاسلام بقى تهضر عليه والله ما تسكت بالله،
هاد المسألة ديال التناقض في الفكرة ديال الإنسان. الجنس شي حاجة طبيعية، شي حاجة اللي كيعرفوها الحيوانات كلهم بدون استثناء، وكيمارسوها بواحد الطريقة سو بيرفكت، كيمارسوها بواحد الطريقة طبيعية وزوينة ومتناغمة وفاهمينها. تكتجي عند الإنسان عاد كتلقى عنده معاها مشكل، وفاش كتجي للدين كتلقى مشكل كبار من هذا. اوكي، إلا دخلتي مثلا الجنس شنو هو؟ مسألة طبيعية. فاش كتدخل للمجتمعات ديالنا نو، مسألة طبيعية للرجال فقط، ماشي طبيعية بنفس الطريقة اللي طبيعية للمرأة. اوكي، هنايا اش كيخلق لك كتقول اوكي سام ان از فاكين رونغ. الا كيفهموها جميع الانسانيه فاش كتجي عندنا حنايا كنفهموها بطريقه اخرى، وكنقولوا بان مثلا لادوليسونس. اشنا هي لادوليسونس؟ هي واحد لو بوان فلاش ديالك اللي كتجمع كاع دوك المعلومات وكتعطيهم واحد لا ديريكسيون. كنتي كتجمع المعلومات في حياتك لمده 15 14 عام 16 عام سادي بون. فاش كتوصل لواحد المرحله من العمر كتبدا تكون تماك، غتبدا لا ريسبونسابيليتي ديالك انك غادي تكون قادر تحل المشاكل ديالك والتحديات. اذا كتشد كاع هذوك المعلومات، داكشي علاش كنقولوا لك دابا غادي تقدر تسني الشاك وغادي تقدر تكري الدار. علاش؟ حيت وصلتي لواحد الوقت اللي انت كامل باش تقوم بالمهمه ديالك كانسان وتعيش انديبوندون ومسؤول على راسك. باش توصل لهاد لاج ديال المسؤوليه خصك دوز واحد المرحله سميتها لادوليسونس. سن سميتو المراهقه. المراهقه هي لا لوجيك ايمان كتقول لك اوكي، الا كانت المراهقه هي لا فاز الاخره في بناء واحد البيرسوناليتي ديال واحد لا بيرسون، اذا خصها تكون لوجيك بالنسبه لي دو بيرسون. كنجيو للمجتمع ديالنا كيقول لك الراجل عنده الحق في لادوليسونس، المراه ما عندهاش الحق في لادوليسونس، حيت لادوليسونس بالنسبة للمرأة عندها علاقة بالجنس، والجنس ممنوع على المرأة، ولكن for some reason الراجل it's okay نشوفوا الولد كيمشي وكيتصاحب وداك الشيء، ولكن ماشي اوكي نشوفوا البنت ديالنا كتصاحب وكتمارس الجنس. اشنا هو السبب ديال هاد؟ كنهضروا على الرجل والمرأة. If you fuck up هاد لا لوجيك ما بين الرجل والمرأة، قول لك العذرية اللي ديال بين الولد والبنت. ديك السيد اللي قال لك انا باقي، هو باقي فيرج، ديك الولد اخالتي، شي واحد قال لك انا هو باقي فيرج، انت جاتك في شكال. وي فاش دخلت بكري في الثمانينات، اول كندخل لهاد البلاد وكنسمع راجل تيقول لك انا فيرج، تنقول او كيفاش فيرج الطفاكيز فيرج؟ حنا عندنا فيرج هي خصها يبان لك الدم، شي حاجه كتقطع وخصها تبدا تشرول بالدم، هذه هي فيرج. عاد غير باش تعرفوا، غير باش نعرفوا حتى في المفاهيم ديالك كيفرقك على الانسانيه. مثلا مرأة مطلقة ما كتفهمهاش اش كتعني، الا قلتها لك بالفرنسي ديفورسي كتجيك اوكي، ديفورسي ديفورست كتعني مطلقة، ولكن كتحطها في المغرب كتقول مطلقة وك وك عباد الله، جميع الصفات الدنيئة السيئة الخبيثة البديئة كتجمع حتى في هذه الكلمة ديال لافام. والشي اللي بغينا نبينه كيفاش هاد الاسلام المفهوم الطبيعي راه كل شيء على الفهم. الا جيتي فهمتي الحياه وما فهمتيهاش بالطريقه اللي خصها تفهم بها، راه بحال الا ما عشتيش الحياه.
حيت ماشي الحياة اللي كتهم، حيت لانتربريتاسيون بحال القانون، ما كيهمكش اش مكتوب في القانون، ولكن اللي كيهمك هو لانتربريتاسيون ديال القانون. ما كيهمكش الطريقة اللي عشتي بها، ولكن اشنا هو لانتربريتاسيون ديال الحياة، هي اللي كتعطيك واش جيتي عشتي الحياة هنا ولا ما عشتيهاش. خلاصة الكلام، الإسلام حالة شاذة، إلا بنيتي عليه إلا بنيتي عليها الحياة ديالك، إذن أنت ما عشتيش الحياة، حيث الفهم ديالك ما غادي تفهم في الحياة حتى شي قالوه. وهذا الشيء اللي درنا، جينا كنعيشوا لمدة 1400 سنة كنعيشوا وكنموتوا حمير، ما فاهمينش أشنا هو أشنا هي الحياة. ربما جميع الحيوانات كيجيو كيفهموا أشنا هي الحياة وكيموتوا، فهمتيني؟ ولكن حنا كإنسان وسيتو حنا كمسلمين أو لا مسيحيين أو لا يهود، كنجيو كنعيشوا وما كنفهموا والو في الحياة. دابا عندنا لو شوا، كاينة واحد الطريقة اللي تصنعات بيولوجيا وغريزيا، وواحد التراكم ديال آلاف ربما ملايين ربما ملايير السنين. وعندنا لو شوا ديال واحد الفكر ديال واحد قبائل معينة أو إنسان معين. منين غادي تاخد الفهم ديالك للوجود؟ إلا خديتيه من البيئة ديالك من الوجود ديالك، إذا أنت عشتي الحياة وفهمتيها، فهمتي أشنا هي الحياة، يعني أنك جيتي. ولكن إلا فهمتيها بواحد الطريقة شاذة، هو اللي درنا حنايا، شدينا هاد الوجود كامل واختزلناه في واحد الفكر ديال شي شماكرية في قريش، سميتهم محمد وأبو بكر وعلي وعثمان وعمر، ناس لا قيمة لهم، وجينا حنا ولينا بنينا عليهم الفكر ديالنا. وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه، هو أنك فاش كتجي كتعيش هاد الحياة، كتعيش واحد الحياة ما فاهم فيها والو، بحال فاش كنشوف الوالد ديالي انا، الهم ديالو الوحيد والوالده، الهم ديالهم الوحيد هو الصلاة والدين، تنقول واش هادو عاشوا الحياة؟ كيبان ليا بحال واحد الزومبيز، حتى با وامي على مستوى الفكر وعلى مستوى اللايف ستايل اللي اختاروا باش يعيشوا به هاد الوجود، كيبانوا ليا زومبيز. إذا نرجعوا، أنا كيبان ليا بأن التفرقة والعداوة اللي خلق الإسلام الإنسانية هي أخطر حاجة جابها الإسلام، هي هاد العداوة. إمتى بدأت هاد العداوة؟ الوقت اللي كتقول للناس أنا عندي الحق، وأنا عندي الحق نفرض عليك الرأي ديالي. الآراء تختلف باختلاف البصمات والديانات، وكتجي واحد الإيديولوجية كتقول لك أنا عندي الحق، صح. مثلا فجا محمد قال لهم أنا عندي، أنا هضرت مع الله واللي قلب على الدليل ياكل دو، بحال هكا ليتيغيغمون. فجا الدين قال لك أنا هضرت مع خالق الوجود وجبد السيف وقال لي اللي سولني علاش غادي نحيد لي الراس، وانت مجبر انك تامن بيا، صح. هذا هو الفكره ديال الاسلام، اوكي. كنحطوا هذا الشيء في الناتشي، وكنحطوه في اللوزه ولا في القرقاعه، اوكي، لداخل. هذا هو كيفاش جا الاسلام. علاش؟ حيت كيقول لك انت ما عندكش الحق ما تامنش. هو يخاطب العقل وكيقول العقل انت ما عندكش الحق ما تآمنش، يعني فاش كنكمل انا ما تآمنش ما خصكش تسول علاش. وهذا كيعني بان هاد المسألة دخيلة على الانسان، الانسان يفكر، الانسان كيبغي الاقتناع، ولكن هذاك الاقتناع خصو يكون مبني على الفكر، والفكر خصو يكون حر، ما كاينينش عليه قيود، وما فيش ديك المسائل ديال الترغيب. ما خصنيش انا نجي نقول لك نتايا غادي تدخل وغادي يكون عندك الحليب والعسل، وغيكون عندك الشراب، وغيكون عندك النساء،
ما لم تره عين وسمعته أذن و أوكي ما خصني نخليك انديبوندون. وهذا الشيء غريب على الفكرة ديال الإنسانية. أوكي إذن هذا هو أنا كنظن هاد الشيء اللي كنعانيو منه حنا مثلا فاش كنشوفوا المشاكل اللي كنعانيو منها غير مثلا غير حنا مثلا كناس اللي كنا مسلمين وخرجنا من الإسلام ما حسيتوش بأن فاش خرجتي من الإسلام بحال خلقتي واحد ديفايدر بحال خلقتي انديفيدور بحال خلقتي واحد لوبستاكل بحال خلقتي واحد البارييغ ما بينك وما بين المجتمع اللي كتنتمي به. انا شخصيا حسيت براسي فاش كنحط راسي كنتخيل راسي في داك سبيكتروم ديال الوالديه والعائله ديالي وصحابي وداكشي وليت كنحس بانني انا بحال سكلودد بحال خارج على ديك المنظومه. وهنايا كتبين لك القوه ديال الايديولوجيه يعني القوه ديال الايديولوجيه في طريقه التفريق بين الانسان والمسلم. وهذا الشيء بالضبط كيعبر على طبيعه الجزيره العربيه. كون هاد الدين هذا جا في مناطق اخرى في العالم كان غادي تختلف طرق العيش ونمط العيش وباختلاف نمط العيش غادي تختلف حتى الايديولوجيه اللي غادي يجيبوها لك غتكون كتختلف. علاش؟ حيت الفكر هو وليد البيئه. اوكي الفكر وليد البيئه وحنا وليدين البيئه كلنا ككل كل شيء والد احنا كلنا بالوجود ديالنا. اذا اللي وقع لينا هنا شدينا واحد الفكر شاد. راه ما يمكنش تجي تقول واحد الانسان خصك تكون بحالي ولا غادي نقتلك. هذه ما تقبلاتهاش الانسانيه حتى في شي عصر. داكشي علاش فرنسا ديال فرنسا والطاليان ديال الطاليان المغرب ديال المغرب. علاش؟ حيت كون ديما كنا رافضين هاد الفكر ان شي واحد يجي يفرض علينا الراي ديالو. وهذا الشيء اللي جا الاسلام. الاسلام جا فرض راسو وكيفرض راسو بواحد الطريقه. شوفوا مثلا شتعرف هاد الفكر مريض وماشي مريض مخبي وما كيعرفوهاش الناس. مريض وزعما دايرها في قصبه معلقه الفوق تجي تقولك انا عندي الحق نبني الجامع ديالي عندك. هادشي اللي كنقولو للعالم جميع دول العالم بدون استثناء جميع غير هادشي كيعبر على واحد النفسيه ديال واحد الانسان مسلم وعربي او ميم طون. هادي واحد الكومبيناسيون فاتال فاش كتجمع الاسلام وكت هو في الاصل هما بجوج دودو من عودو. اوكي فاش كتجمع هادو بجوج كتعطيك شي حاجه خطيره. كيمشي تيقول لك وكيوقف وكيخرج عينيه. هذا راه كيخرج عينيه غير باش تعرفوا بان هاد التخراج ديال العينين شكل. تيقول لك انت غادي انت انا عندي الحق نبني الجامع فين ما بغيت في اوروبا كامله في العالم كامل كنبني الجامع فين ما بغيت وعندي الحق. تيقول لك وانت ما عندكش الحق تبني عندي الكنيسه ديالك ولا السيناغوغ ديالك ولا حتى شي حاجه. كتقول لي وهذا ماشي منطق انساني. دابا هو لا لوجيك عنده كتبان ليه تري لوجيك ياكل ولا لا. انت كتجيك اوه ديس ماشي هادي راه اي طفل في عمره 4 سنين غيقول لك سي با لوجيك. فهمتي؟ اي طفل غادي يتصرف مع شي تصرف غيقول لك انا خصني نتصرف معاك نفس التصرف. كيجي الاسلام تيقول لك هذه تري تري لوجيك. انا عندي الحق نبني عندك الجامع فين ما بغيت ونفيقك مع 4 ونص ديال الصباح ونودان وداك الشيء ولكن انت ما عندكش الحق تبني عندي الكنيسه ديالك او لا السيناغوغ ديالك او لا المعبد ديالك.
هذا كيعبر بان هذا دين ديال الديكتاتوريه هذه، لا منطقي. راي اوكي، خذوا المايك، تسمعونا الاخوان. وي اعطيك المايك. اوكي خذوا المايك. شكرا 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 بيان لير، شكرا بزاف بيان لير على المداخله القيمه ديالك. ما غنحاولش نلخصها لان كاين بزاف ديال لي بوين لي اسونسييل في هذا الموضوع ديالنا. شكرا. كنعاود نشكر بيان لير. ما عرفتش واش كاين شي واحد في